على شطآن الخليج العربي شرقي المملكة العربية السعودية، وغير بعيد عن موقع الدفي الأثري، أماط الباحثون السعوديون اللثامة عن أحد أهم الاكتشافات الأثرية في المنطقة الشرقية. الموقع الذي صنف آنذاك تحت الرقم 183 تقسيم 208 يسمى مردومة، وهي تسمية اشتقت من الردم الساحلي المقابل للموقع الذي يبعد 23 كيلومتراً شمال غرب مدينة الجبيل الصناعية والمواجه لجزيرة القرمة، حيث يطل الموقع على مدخل خليج مردومة. موقع مردومة أحد المواقع الأثرية اللي تم اكتشافها عام 1976 أثناء المسح الآثاري اللي أجرته وكالة الآثار. هذا الموقع الأثري الذي تعود بداية تأسيسه وسكناه إلى القرن الأول الهجري، أي خلال عصر الدولة الأموية، واستمر مأهولاً حتى القرن الخامس الهجري من العصر العباسي. لم نعثر على أشياء تعود إلى فترات متأخرة، مما يدل على أن المبنى أو ما يدل على أن الموقع سكن إلى فترة معينة، ومن ثم هجر هذا الموقع بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي مرت على المنطقة أو مرت على تلك الفترة في تلك الفترة الزمنية. يعتبر الباحثون هذا الموقع ثاني أكبر اكتشاف في الجبيل بعد موقع الدفي. موقع مردومة يعتبر من المواقع المهمة جدا في فترة القرن الأول الهجري إلى القرن الثالث والرابع الهجري، ويعتبر أيضا من المواقع الكبيرة جدا جدا مقارنة ببعض المواقع الأثرية في نفس الفترة، حيث يمتد إلى أكثر من 1650 متر امتداد المباني في موقع مردومة، فيما تبلغ مساحته المصورة أكثر من 600,038 مترا مربعا. تقع مردومة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، لذا فقد تعاونت مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في توثيق الموقع ومسحه بكوادر من المتخصصين التابعين للهيئة العامة للسياحة والآثار ضمن برنامج شراكة بين الهيئتين. ضم الفريق العلمي التابع للهيئة 40 مختصاً وخبيراً. فريق عمل مكون من باحث آثار وفني ومصور ومساحين إلى غير ذلك، إضافة إلى حوالي 120 عاملاً أجروا مسوحات للموقع وأعدوا الخرائط لتنطلق بعدها التنقيبات الأثرية ومن ثم أعمال الترميم والتوثيق. في حين عملت الفرق المساندة على تنظيف المعثورات والفخاريات وتسجيل العينات والقطع الأثرية وتغليفها وحفظها. تنقيب بهالشكل نفس التنقيب على أساس متابعة ما يدون في السجل العام اللي عندنا. كل علبة تحتوي بطاقتها. البطاقة هذه تحتفظ بالمعلومة الخاصة بالقطع الفخارية كلها. في العام 2011 للميلاد أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن نتائج أعمال المسح والتنقيب الأثرية والتوثيق لموقعي مردومة والدفي المتجاورين، حيث اكتشف في موقع مردومة حصن كان يعد مأواً لحامية عسكرية.
الكشف المثير لمردومة حوى 7 مجموعات معمارية متباعدة لأبنية متجاورة بأنساق معمارية خاصة. العمارة في موقع مردومة عبارة طبعاً عن أحجار مستخرجة من ساحل البحر يطلق عليها الفروش البحرية، كما أن المونة التي استخدمت في ربط الحجارة هي الجص أو الطين البحري المحروق استخدمها لربط الحجارة في البناء. شكل الحجر البحري الفروش مادة البناء الأساسية لهذه البلدة الأثرية، فيما كان الطين هو مادة الربط بين الحجارة أو ما يسمى بالمونة، مضافاً إليها الجير المحروق لملء الفراغات بين الحجارة. يعني احنا نشوف ان هذه الحجارة ايضا لها اهمية ولها مكانة، خاصة نجد ان استخدام ايضا المونة المستخدمة ليست بذيك الدقة، يعني ما فيها اهمية وجدوى بحيث ان يصمل الحجار يكون صامل، بمعنى لا يكون عملية التهديم. اما اللقى والمعثورات فقد دلت على جودة التصنيع، وهي مجموعة من الأواني الفخارية والزجاجية والنحاسيات ومواد الحديد والصيد البحري، وهو ما يشير إلى أن سكان بلدة مردومة اعتمدوا على البحر كثيراً. معظم الأشياء اللي عثرنا عليها هي ذات استخدام بحري ويدل على الصيد. الشواهد القوية جداً دلالة على حرفة الصيد هي إيش؟ عملية استخراج اللؤلؤ من البحر، ونلاحظ كميات كبيرة جداً جداً من الأصداف اللي عثرنا عليها في هذا الموقع، وهي عبارة عن إيش؟ أصداف، وتسمى تسمية المحار. المحار عملية إيش؟ فلق المحار أو فتح المحار واستخراج اللؤلؤ من باطنة. إذن فقد كانت مردومة بحكم موقعها الاستراتيجي وطبيعة ساكنيها ذات علاقات تجارية مع المدن المجاورة على الخليج العربي. البلدة التي اندثرت قبل 900 عام تقريباً أصبحت على موعد مع الحياة من جديد بعد أن نفضت عنها الأتربة والرمال، فيما ينتظر الموقع خططاً طموحة بعد استكمال الأعمال الأثرية. حتى الآن فإن نتائج المسحية والدراسات توحي بأننا أمام كشف يضم المنطقة الشرقية إلى واجهة الآثار الوطنية السعودية، ويسلط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة والخليج عموماً. وبانتظار مزيد من الدراسات وأعمال الترميم والتأهيل للموقع، فإنه سيغدو وفق ما هو مخطط له متحفاً مفتوحاً ومقصداً سياحياً وعلمياً للزوار والباحثين.